السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أعزائي المشاهدين، حاب أقول لكم إن الشخصية اللي معانا مش مكئبة نهائي على قد ما هي مبهرة. عرفينا بنفسك. أنا اسمي أسماء. أنا عندي إيدز. أنا ممكن أعمل حلقة مخصوص نلم لهم تبرعات ونبني لهم مقابر عالمية، حاجة حلوة كده تشرح القلب. أنا كنت بخاف من الظلم، مش عارف أنام إلا لو في نور قايد. دلوقتي بخاف من النور، محدش ليه الحق انه يسالني المرض جالي ازاي، محدش ليه الحق. ده مين فيكم يحب ان اسماء تفضل معانا هنا؟ قولي لما بتصلي دايما بتعيطي خشوع ها، ولا عارفه انك عملتي مصيبه عمر ربنا يسامحك عليها؟ المرض جالك ازاي؟ كل واحد مستني المهدي المنتظر، محدش عايز يدفع ثمن حاجه ابدا. هو المسكنات اللي عماله تحنيها في جدتك خلتك ما تبقيش حاسه بنفسك ولا حاسه حتى باللي بيتحرق حواليك. طب ونفسك في ايه يا اسماء؟ نفسي في ايه؟ شكرا يا اسماء، فرصه سعيده جدا. انا اسعد.